إطلالة ساحرة لدانيلا رحمي قبل زفافها الفخم بأيام، وجمهور نصيف زيتوني يعلق كنتنا الحلوة. الشوف عيني باب والقلق والجنان وشفته مع غيري بغرق. تصدر اسم الفنانة اللبنانية دانيلا رحمي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها الساحرة التي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، وخاصة قبل زفاف المتداول عبر صفحات الفنية بشكل كبير. وفي التفاصيل، أطلت دانيلا رحمي في الصور بإطلالة صيفية بامتياز وأنيقة، حيث ارتدت فستاناً ضيقاً من الكروشيه يتميز بفتحة عند الجانب، ووضعت قبعة على رأسها. وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على جمالها في الصور، وكان جمهور نصيف زيتون بدوره تدخل في التعليقات وكتب منهم وقال كنتنا الحلوة. حب من أول نظرة أو بعد خبرة من قاعدة واحدة. هذا وتستمر تفاصيل زفاف الممثلة اللبنانية دانيلا رحمي والفنان السوري نصيف زيتون محاطة بالغموض، على الرغم من بعض التسريبات غير المؤكدة وتجنب الثنائي تأكيد أو نفي ما يتم تداوله في الأعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. في هذا السياق، أفاد موقع بلينكس وصفحات فنية بتفاصيل جديدة غير مؤكدة عن الزفاف المزعوم، حيث قيل أن دانيلا رحمي اختارت فستان زفافها من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، إلا أن الفستان لم يكتمل بعد. نصيف زيتون ودانيلا رحمي عرسان الصيفية، حيتزوجوا وما حيتزوجوا. ورغم أن البعض قد روج لتاريخ 7 يوليو كموعد للزفاف، أكد موقع بلينكس أن الحفل سيقام في أول 5 أيام من الشهر المقبل، مع بعض المعلومات الإضافية مثل منع التصوير ومنع اصطحاب المرافقين للمدعوين. وكانت قد عادت علاقة الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة دانيلا رحمي إلى الواجهة من جديد بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر اقتراب موعد زفافهما. بدكم تعرفوا مين بحب؟ ايه تعم بلش هيك. الجدير بالذكر ان خبر زفاف دانيلا ونصيف كان متداولا بشكل كبير في الاونه الاخيره، وكانت قد نشرت صفحه جوين أميليون على حسابها عبر تطبيق انستغرام خبرا مفاده ان دانيلا رحمي والفنان السوري نصيف زيتون يتجهان نحو الزواج قريبا. وأشارت الصفحة إلى أنه تمت رؤية الثنائي في أكثر من مكان في لبنان، ويبدو أن زفافهما سيتم في فصل الصيف. وتفاعل جمهور الثنائي بشكل كبير مع المنشور، وجاءت التعليقات على الشكل التالي: ألف ألف مبروك، لبقين لبعض.